ليلا وهي لا تمت منها الخدود ودمع العين كالمطر وتلك تصرخ وجدا وابتا وتلك تصرخ ويتمى في الصغر والها وتلثم تربة الطف كالعطر يا دافن الراس عند الجثة احتفظوا بالله لا تنثروا تربا على فإنه جنة الفردوس والزهر بعد لا تبصر الدم من أطراف لحيته فإنه لا يطيق الوقت الصغر لا تدفنوا عنهم والعباس مبتعدا المقتول يا شمس المضيئة
اسمك بالفرق قطع امعانه هل انوطت صدرك على حر الوطية داست يا ابن حبار على صدور المحبين وقلوب نتخليك عارف غير بعد بعد وذبح الطفل ننسى هذا الحال يا حسين ركوب الوديع على مطيه شوف عد رجلك علي يا حسين مدفون وتهيج زفرتنا وقرع معي ونتذكر وقوفك عليه وقلبه رحن الظهر وتصيح يا ابني قطعت بي والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين قال عز من قائل في محكم كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين آمنا بالله صدق الله مولانا العلي العظيم بفرج مولانا صاحب العصر والزمان وقضاء الحوائج وقبول الأعمال ارفعوا أصواتكم للصلاة على محمد وآل محمد تتكلم هذه الآية القرآنية المباركة عن الاصطفاء وتعلقه بفئة من الجنس البشري وانطلاقاً من هذه الآية الكريمة سيتركز الحديث بإذن الله تعالى حول محاور ثلاثة المحور الأول حقيقة الاصطفاء المحور الثاني من هم المصطفون في هذه الآية المباركة المحور الثالث الاصطفاء الخاص لأبي عبد الله الحسين سلام الله عليه أما
فيما يتعلق بالمحور الأول. فالاصطفاء هو أخذ صفوة الشيء وصفوة الشيء خلاصته. فالصفوة تطلق على أي شيء نقي من شوائبه ومن كل ما هو خارج وأجنبي عن حقيقته. فعندما نقول الذهب المصفى يعني الذهب المنقى عن الأوساخ وعن الشوائب التي هي أجنبية عن حقيقته الذهبية. وعندما نقول أن هذا الإنسان مصطفى أي أن الله طهره من الشوائب ونقاه من كل ما هو خارج عن حقيقته الإنسانية. فالفرق بين المصطفى وغيره أن المصطفى لا تشوب إنسانيته شائبة، أما غير المصطفى فتشوب إنسانيته شوائب خارجة عن حقيقته الإنسانية. ولا يمكن أن يتعلق الاصطفاء إلا عندما يكون هناك اختلاف في أفراد حقيقة واحدة. فلو تصورنا أن هناك حقيقة لها فرد واحد، فلا يعقل أن أقول أن هذا الفرد مصطفى لأنه لا يوجد غيره. ولو أن هناك حقيقتان فيها أفراد متعددون لكن كلهم متساوون في خصائصهم وصفاتهم، فلا يعقل أن أقول عن فرد منهم أنه مصطفى لأنه لا يوجد ما يميزه عن غيره. أوضح مثال لتتضح الصورة. لو أن صفا في المدرسة فيه طالب واحد وأحرز درجة كاملة في الامتحان، فهل يعقل أن أقول أنه مصطفى في الصف؟ ما يصير، ما في له الصف. ولو كان في الصف طلاب متعددون إلا أنهم أحرزوا مثل الدرجة، فلا يعقل أن أقول عن فرد منهم أنه مصطفى على غيره لأنهم جميعا أحرزوا مثل الدرجة، فلا شيء يميزه عن غيره. فلا بد أن تكون الحقيقة واحدة لكن أفراد هذه الحقيقة يختلفون في كمالهم. فالمصطفى يشارك غيره في الحقيقة وهي الإنسانية لكنه يتميز على غيره بالصفات والخصائص التي هي تمثل الكمال البشري. إذن لا بد، إذا أردنا أن نعقل الاصطفاء لا بد أن نتصور أن تكون هناك حقيقة واحدة أفرادها مختلفون في الكمال والنقص. أما فيما يتصل بالمحور الثاني وهو من هم المصطفون في هذه الآية المباركة، قال تعالى إن الله اصطفى آدم يعني جعله صفوة من خلقه، ونوحا أي جعله صفوة من خلقه، وآل إبراهيم وآل عمران يعني جعلهم صفوة من خلقه. أما عن جهة اصطفاء آدم فلأن آدم كان أول خليفة من النوع البشري على الأرض، وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، هذا اصطفاء من الله لأن جعله أول خليفة من النوع البشري وجعله أبا للبشر. بعد ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى. كان آدم أول من فتح باب التوبة، والأولية هنا من قبل واصطفاء.
فالله جل وعلا اصطفى آدم بأن جعله أول خليفة من النوع البشري، وجعله أبا للبشر، وجعله أول من فتح باب التوبة. واصطفى نوح بأن جعله أول أولي العزم وأول صاحب كتاب وشريعة، وبأن سلم عليه في العالمين، سلام على نوح في العالمين. أما آل إبراهيم فالآل المراد منها خاصة الشيء، آل الشيء يعني خاصة هذا الشيء، فآل إبراهيم يعني خاصة إبراهيم. لكن ما المراد من آل إبراهيم؟ الظاهر أن المراد من آل إبراهيم خصوص الطيبين من ذريته، لا كل الذرية. لماذا؟ لأنه قال في آية أخرى: وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون. يعني أنتم لستم من خاصتي لأنكم لا تعبدون الله، فهل يعقل أن يكون هؤلاء من المصطفين الذين اصطفاهم الله؟ ثم أنه ذكر بعدها وآل عمران، وآل عمران من ذرية آل إبراهيم، والعطف هنا يفيد المغايرة. لذلك نفهم من هذا السياق أن آل إبراهيم ليس المقصود مطلق الذرية. لذلك العلماء يقولون حتى بني إسرائيل ليسوا داخلين في آل إبراهيم في هذه الآية. ليش؟ لأن الله قال تعالى في آية أخرى عن بني إسرائيل: أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة. الله يذم بني إسرائيل لحسدهم آل إبراهيم، فالمفهوم أن بني إسرائيل ليسوا داخلين في آل إبراهيم. إذن يتبقى عندنا من آل إبراهيم سلالة واحدة، وهي ذرية إسماعيل التي فيها نبينا الأكرم محمد وآله الطيبين الطاهرين. تعالى: إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا. لذلك ورد عندنا في عيون أخبار الرضا عن إمامنا الرضا سلام الله عليه أن المأمون سأل، قال له: هل فضل الله الحكرة على سائر الناس؟ فقال إمامنا الرضا سلام الله عليه: إن الله أبانا فضل الحكرة على سائر الناس في محكم كتابه. فقال المأمون: أين ذلك في كتاب الله؟ فقال إمامنا الرضا سلام الله عليه: إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين ذرية بعضها من بعض. فالمصطفون من آل إبراهيم هم محمد والأئمة من بعده، فهم داخلون في هذه الدائرة. وأيضا ورد في تفسير العياشي عن إمامنا الباقر سلام الله عليه أنه لما تلا هذه الآية قال: نحن المصطفون ونحن بقية تلك الفترة. أما فيما يرتبط ويتعلق بالمحور الثالث وهو الاصطفاء الخاص لإمامنا الشهيد أبي عبد الله سلام الله عليه، اتضح من الكلام السابق أن الأئمة عليهم السلام اصطفاهم الله بأن جعل فيهم الإمام،
وجعل فيهم وجعل أجر الرسالة في مودتهم وحبهم واصطفاهم في غير ذلك من الأمور الكثيرة. لكن الملاحظ أن للإمام الحسين سلام الله عليه اصطفاء خاصا، وهو أن الله اصطفاه بأن ينال شهادة ما نالها غيره من الأئمة، وبأن جعل له جاذبية خاصة وجعل له خصوصية فريدة. فحتى قبل ولادته بكى عليه الأنبياء، وبكت عليه الزهراء، وبكى عليه رسول الله، وبكى عليه أمير المؤمنين. بل لو رجعنا إلى الروايات الواردة عن أهل البيت سلام الله عليهم لوجدنا أن ذكر الحسين يقترن مع المأساة والحزن والجزع عليه، لوجدنا أن ذكر الحسين ممزوج باللوعة والحسرة على مصيبته. تنقل أم سلمة تقول: كان رسول الله نائما في بيتي وإذا بالحسين وهو طفل جاء يدرج، فأمسكته عند الباب، خافت استيقظ النبي من نومه فأمسكت خوفا أن يوقظ النبي. تقول أم سلمة: فغفلت، فدخل الحسين وجلس على بطن رسول الله. تقول: فسمعت نحيب رسول الله، مو بكاء، نحيب رسول الله ينهب. فجاءت له أم سلمة وقالت: ما علمت أنه دخل. فقال لها: اعلمي يا أم سلمة أن جبرائيل قد نزل علي والحسين جالس على بطني. فقال: يا رسول الله أتحبه؟ فقال: بلى. فقال: تقتله أمتك من بعد. تقتله أمتك من بعدك، وإن أردت أريتك الأرض التي يقتل عليها. فضرب جبرائيل بجناحه وجاء إلى النبي بتراب من أرض كربلاء. تقول أم سلمة: فرأيت النبي قد أمسك ترابا أحمر وهو ينحب ويبكي وينادي: ليت شعري لم يقتلك من بعدي. ولمزيد من فقه هذه الروايات دعونا نتعرف من القرآن الكريم على موقعية النبي صلى الله عليه وآله ولكم في رسول الله أسوة حسنة. يعني النبي موقعيته هي موقعية القدوة الأسوة. إذا كان القدوة يبكي على الحسين قبل قتله بأعوام، فكيف لا نبكي ونحن مقتدون بهذا النبي العظيم. بعد رواية عن هارون ابن خارجة يقول: كنا عند أبي عبد الله الصادق عليه السلام فذكر الحسين، ما قال ذكر مصيبة الحسين ولا ذكر مأساة الحسين، بس ذكر الحسين، اسم الحسين، فذكر الحسين وبكى وبكي وقال بعد أن رفع رأسه قال الحسين عليه السلام: أنا قتيل العذراء، لا يذكرني مؤمن إلا وبكى. بعد من الاصطفاءات الخاصة بالحسين سلام الله عليه أن لزيارته خصوصية فريدة. لنطالع الروايات التي وردت في زيارة الحسين لما أمكننا أن نجمع فضل زيارة الحسين.
لكثرة ما ورد في زيارة الحسين سلام الله عليه. روايات عديدة وكثيرة تمتلئ بها المجاميع الحديثية. سليمان بن مهران الأعمش هذا الذي يروي زيارة جابر بن عبد الله الأنصاري، يقول: نزلت بالكوفة وكان لي جار كنت أجلس معه، فلما جاءت ليلة الجمعة، جت ليلة الجمعة ورجعت وياه كالعادة، فقلت له: ما تقول في زيارة الحسين؟ فقال هذا الرجل الكوفي: زيارة الحسين بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ذي ضلالة في النار. يقول: أنا امتلأ قلبي غيظا من هذا الرجل. سليمان يقول: أنا امتلأ قلبي غيظا من كلام هذا الرجل، فرجعت إلى داري وقلت: سأذهب إليه فجرا وأحدثه بفضائل الحسين، فإن قبل قبل وإن لم يقبل قتلته. يقول سليمان: بالفعل توجهت فجر ذاك اليوم إلى داره، فطرقت الباب، فخرجت زوجته، فقلت لها: أين زوجك؟ فقالت: خرج من أول الليل لزيارة الحسين. فقال: يا عجبي، كيف يذهب للزيارة وهو لا يؤمن بها ولا يعتقد بها؟ يقول: فأخذت فرسي واتجهت مسرعا إلى كربلاء. يقول: فوجدت الرجل ساجدا ودموعه تجري على خديه يطلب التوبة والمغفرة من الله، وقد أطال في سجوده. انتظرته إلى أن فرغ من سجوده، فسألته: يا هذا، ما الذي جاء بك إلى كربلاء وأنت لا تعتقد بالحسين؟ قال له: يا سليمان، لا تلومني، فلما أويت إلى فراشي رأيت فارسا، وأمامه فارس على رأسه تاج، وللتاج أربعة أركان، ورأيت ناقة عليها هودج من نور، فيها امرأتان، فسألت: من هذا الفارس؟ قالوا: هذا محمد المصطفى. ومن الذي معه؟ قالوا: علي المرتضى. قلت: ومن في الهودج؟ قالوا: هذه فاطمة الزهراء، والتي معها خديجة الكبرى، ومعهم غلام. فسألت: من هذا الغلام؟ فقالوا: هذا الحسن المجتبى. قل: فسألت: أين تتجه هذه القافلة المتجلبلة بالسواد؟ فقالوا: إن هؤلاء سلام الله عليهم يتوجهون في مثل هذه الليلة لزيارة المقتول الغريب شهيد الكفار. يقول: فرأيت رقاعا تتساقط، فسألت: ما هذه الرقاع؟ قالوا: هذه رقاع مكتوب فيها أمام من النار. فقال: أعطوني واحدة. فقالوا له: لا نعطي، لأنها لزوار الحسين، وأنت لا تعتقل بزيارة الحسين. يقول: ففزعت من نومي خائفا مرعوبا، وتوجهت إلى كربلاء، ووالله يا سليمان لا أفارق قلب، لا أفارق الحسين حتى تفارق روحي بدني. وهذا سليمان هو الذي يروي زيارة جابر بن عبد الله، هذا جابر من المحبين للحسين، توجه من مدينة رسول الله صلى الله عليه وآله إلى الكوفة
فأخذ عطية العوفي وتوجه إلى كربلاء. أنت موالي وتحب الحسين، وإذا تسمع بكربلاء تسيل دموعك على خدك. يقول عطية: لما وصلنا إلى كربلاء في يوم الأربعين توجه جابر الأنصاري إلى شط الفرات، فاغتسل من نهر الفرات وارتدى رداء واتزر بآخر وأخذ ينثر الطيب على بدنه، ثم قال لي: يا عطية خذ بيدي وأوصلني إلى قبر حبيبي الحسين. يقول عطية: فأسرعت في المشي، فقال لي جابر: يا عطية على هونك رويدا رويدا، أنت لا ترفع قدما ولا تضع أخرى إلا على أجنحة الملائكة. يقول عطية وجابر يمشي حافي القدمين حاسر الرأس يذكر الله، قل: إلى أن ألمسني قبر حبيبي الحسين. يقول عطية: جابر شم تراب قبر الحسين، شممت ثراك فهب النسيم نسيم الكرامة من بلقعي، بعد وعفرت خدي بحيث استرى خد تفرى ولم يبرعي، وحيث سنابك خيل الطغاة. ما جالت عليه ولم يخشع. يقول عطية: نادى جابر ونحن ننادي معه، نادى ثلاثا: حسين فلعله عين من يزيد أو عبيد الله بن زياد، فإذا كان ذلك لعلنا نلقى
ملجأ إلى ملجأ. أما إذا كان زين العابدين فأنت حر لوجه الله. ذهب عطية وإذا بالضعين المتجلمن بالسواد يرتفع منها الضجيج والبكاء كل ينادي وحسين. أما تلك الضعينة فقد بعث معها يزيد لعنة الله عليه النعمان بن بشير. هذا بشير ترى من الذين هجموا على دار الزهراء. فلما وصلت هذه الضعينة إلى مفترق طريق، طريق إلى كربلاء، قالت زينب: يا ابن أخي مروا بنا على كربلاء. قول الأحادين يمر بالغادر. مأجور قول الأحادين يمر بالغادر. سلم على الوعي وانصب لعزيه.
يشب لحسين يا مفجة الهاي ما ظنتي بقار عليكم هالأعالي مولاي خبرني شجرا وإذا بزين العابدين ينادي يا جامع هنا قتل رجالنا يا جامع هنا سميت سعنا يا جامع هنا خلقت خيامنا يا جامع زينب واخوات زينب جاءوا لزيارة الحسين
مع الصلوات.